وكانت قد طبعا تجولت كاميرا سي ام بي سي عربية في الأسواق العالمية من أجل الحصول على آخر المستجدات، وخاصة فيما يتعلق بمشكلة سقف الدين الأمريكي. ومناقشتنا أيضا اليوم ستكون بشكل تحليلي أكثر عن ما يحدث أيضا في الساحة السياسية، ونتحدث بالتأكيد عن الانتخابات الرئاسية في تركيا. لكن نقف على حدود هذه التحليلات مع ضيفنا السيد أحمد عزام، محلل أول لأسواق المال في مجموعة إيكويتي. أهلا ومرحبا بك معنا سيد أحمد. وأبدأ معك من نقطة يعني يبدو أنها النهاية للخلاف بين الكونغرس والرئيس الأمريكي حول رفع سقف الدين، والعالم اليوم متخوف من تخلف الولايات المتحدة الأمريكية عن سداد ديونها. إلى أي حد المشكلة بالفعل متأزمة اليوم؟ صباح الخير رولا وسالي. نعم، بالنظر إلى مشكلة سقف الدين فهي موجودة وهي مستدامة. دائما ما نسمع مشكلة سقف الدين تظهر في الأفق بين فترة وأخرى عندما يصل الدين العام إلى حد سقف الدين 31.4 تريليون دولار هي سقف الدين. قد يتم تمديد سقف الدين أو قد يتم رفع سقف الدين بما مقداره 1.5 تريليون دولار، 1.5 تريليون دولار. نعم، مشكلة سقف الدين على ما أعتقد هي مشكلة كبيرة رولا، لكن بالنظر إلى الناحية السلوكية فعلى ما أعتقد مضارة النافع بالنسبة للاقتصاد الأمريكي. عند توجيه الآراء أو بروباغاندا الأمريكية إلى سقف الدين على ما أعتقد أن الأسواق بدأت تتناسى مشكلة البنوك الأمريكية، مشكلة البنوك الأمريكية التي كانت على ما أعتقد ميول المشاعر، عمليات السحب التي تم زخمها بشكل أكبر عبر النشر على طريق السوشيال ميديا أو على طريق الميديا بشكل عام، اتجهت وكبرت مشكلة البنوك الأمريكية. عندما نجد مشكلة أخرى سقف الدين تم توجيه الأنظار لها، فبالناحية المشاعرية على ما أعتقد فهي ضارة لكن نافعة بنفس الوقت عندما يتم الابتعاد عن مشكلة البنوك والنظر إلى مشكلة سقف الدين. نعم، اجتماع الغد كما يقال قد يصل إليه حلول بين جو بايدن والكونغرس برئاسة بقيادة مكارثي. على ما أعتقد أن المشكلة قابلة للحل. المشكلة كما كانت العادة عندما تصل إلى أكبر حدودها كان يتم إغلاقات حكومية بشكل جزئي في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن دائما ما كان سقف الدين يتم رفعه وهو طبيعي جدا عندما يستمر البلاد بأخذ الديون واستمرار الديون. لكن رولا بالشيء يذكر هنا، عندما ننظر إلى الدين فالدين مسعر بالدولار الأمريكي، فعلى ما أعتقد لا خوف على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لمشكلة سقف الدين في الفترة القادمة رولا. نعم أحمد، يعني في ظل هذه الأزمة وأيضا ما تابعناه من بيانات خلال الأسبوع الماضي المتعلقة أيضا بتراجع ثقة المستهلك لأدنى مستوياتها في 6 أشهر، الزخم الذي لاحظناه على الدولار والمكاسب الأسبوعية الأعلى منذ فبراير، برأيك إلى أي مدى سيواصل الدولار هذا المسار الصاعد خلال هذه الفترة في ظل هذه الأزمة التي نشهدها أيضا المتعلقة بأزمة سقف الدين؟ نعم سالي، الدولار الأمريكي مؤشر الدولار الأمريكي فوق 102 حاليا. انقسام كامل بين المستثمرين بين النظر على الفيدرالي الأمريكي، رأي الفيدرالي الأمريكي بالتوجه لتخفيض أسعار الفائدة، وبين توقعات الأسواق بأن لن يكون هناك تخفيض الفائدة. توقعات الأسواق أو حتى بالعكس سالي عفوا، الفيدرالي الأمريكي يتجه إلى الرأي بتخفيض الفائدة، عدم تخفيض الفائدة، بينما الأسواق تتوقع إمكانية تخفيض الفائدة. بالنظر إلى عوائد السندات، عندما انخفض عوائد السندات فبكل تأكيد الأسواق تتوقع إمكانية تخفيض الفائدة. لكن عندما ننظر إلى الأرقام الاقتصادية كما أشرت سالي، توقعات المستهلك بالنسبة لأرقام التضخم عند أعلى مستوياتها بالنسبة لتوقعات التضخم من 12 عام، فبكل تأكيد هناك بعض المخاوف بالنسبة لأرقام التضخم أن يتم اشتعالها في الفترة القادمة. عند النظر إلى المحيط أو النظر إلى الأرقام الاقتصادية، نعم على ما أعتقد بأن إمكانية أرقام التضخم واردة جدا، فهذا مما يدعو الفيدرالي الأمريكي إلى إمكانية الثبات على أرقام الفوائد المرتفعة لفترة زمنية ومتابعة أرقام النمو ساري. عند نظر احتمالية رفع أسعار الفائدة في الشهر القادم 13% احتمالية رفع أسعار الفائدة، 87% لتثبيت أسعار الفائدة، وأميل إلى إمكانية تثبيت أسعار الفائدة نظرا لرؤى الفيدرالي الأمريكي والتصريح في الفترة الماضية ونشر بالبيان بأن التخفيض أو دفع شروط الائتمان، تجديد شروط الائتمان هي بموازاة رفع أسعار الفائدة على النمو. فعلى ما أعتقد الفيدرالي الأمريكي يحتاج موازنة أرقام الفائدة مع أرقام النمو
النمو التي قد وصلت إلى 1.1%، فعلى ما أعتقد التثبيت جيد جدا بالنسبة للفدرالي الأمريكي. المتابعة الأرقام الاقتصادية هو الحل الأساسي، قد يعطي دفع بالنسبة للدولار الأمريكي مع ثبات المستويات النفسية 100 على المؤشر الدولار إندكس لاستمرارية الميل الصعودي في الفترة القادمة سريع على ما أعتقد. نعم، ونشكرك ضيفنا السيد أحمد عزام، محلل أول لأسواق المال في مجموعة أكويتي.